مزيد من التفاصيل ينضم إلي من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. حسين أهلا بك، آخر التفاصيل والتطورات فيما يتعلق بهذا الهجوم الأوكراني على الأراضي الروسية من خلال طائرات المسيرة كما ورد في البيانات الروسية. نعم همام، بالفعل الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 19 مسيرانية خلال الساعات الماضية. هذه المسيرات لن تؤثر على مسار العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية ولن تغير من هذا المسار، حيث أن موسكو تواصل عملياتها العسكرية حتى تحقيق جميع الأهداف. هذه المسيرات تزعج الجانب الروسي وأيضا الداخل الروسي على الصعيد الشعبي، إنما في الصعيد الاستراتيجي أو في التطورات العسكرية لن تغير ولن تؤثر على التغيرات والتطورات العسكرية، حيث أن هذه المسيرات بشكل بأغلبيتها يتم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية الروسية. إضافة أيضا إلى أن هذه المسيرات أصبحت أمر اعتيادي، ف19 مسيرة هو رقم قليل مقارنة مع حجم المسيرات التي يتم إسقاطها كل يوم من قبل الجيش الروسي. أيضا القوات الروسية تؤكد على أنها تتقدم بوتيرة متسارعة في منطقة الدنباس، والجانب السياسي الروسي يتحدث عن أنه في حال أطالت أوكرانيا أمد المفاوضات مع روسيا فإنها سوف تخسر أراضي أكثر نتيجة إطالتها وعدم تقديمها تنازلات في المفاوضات بخصوص روسيا، أي بمعنى آخر أن موسكو تضع مقارنة ونظرية واضحة جدا، هي بضرورة أن تستسلم أوكرانيا وتتفاوض مع موسكو من أجل وقف التقدم العسكري الروسي في الأراضي الأوكرانية، وإلا فإن على أوكرانيا أن تتحمل هي مسؤولية خسارتها للأراضي. وروسيا بكذلك الأمر تواصل عملياتها العسكرية وتتقدم وتقوم بالسيطرة على أراضي أكثر وتضمها إلى أراضيها نتيجة عمليات استفتاء كما حصل في مقاطعات دنباس وزبروجي وخيرسون في الفترة الماضية. إضافة أيضا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين وبعد انتهاء قمة البريكس في مؤتمره الصحفي كان واضحا جدا عندما تم سؤاله عن العقوبات الغربية، فهو أجاب بشكل واضح جدا بأن هذه العقوبات فرضت على روسيا وعلى جميع شرائح المجتمع الروسي، إنما روسيا لم تتوقف إزاء هذه العقوبات، إنما على العكس تقوم بتطور. والقمم التي تعقد في روسيا ولا سيما قمة بريكس هي خير دليل على أن المشروع الأمريكي في عزل روسيا تم إفشاله من قبل الجانب الروسي، وأن موسكو تواصل تطورها وأيضا تواصل عملياتها العسكرية. ففي حال أراد الغرب العودة إلى العلاقات مع روسيا فإن موسكو ترحب بهذا الأمر، وهي لم تغلق أي باب للمفاوضات وللعلاقات مع الدول الغربية، إنما الغرب هو من أقفل هذه الأبواب وهذه العلاقات مع روسيا، أي بمعنى آخر فإن روسيا تقول للولايات المتحدة الأمريكية بأنها تتقدم في أوكرانيا وأنها ستحقق جميع أهدافها العسكرية، ففي حال أرادت الولايات المتحدة إيقاف هذه الحرب وهذا الصراع فعليها الجلوس على الطاولة والتفاوض مع روسيا، وإلا فإن أي تجاوز للخطوط الحمراء المرسومة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مباشر فهذا يعني بأن موسكو ستستخدم السلاح النووي. وأشار إلى هذا الأمر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الفيدرالي الروسي يوم أمس عندما تحدث عن أن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية مخطئون عندما يتوقعون بأن روسيا لن تقدم على استخدام السلاح النووي في حال شعرت جديا بتهديد لوجودها. وهذا أيضا اعتمده ميدفيديف بناء على تعديل العقيدة النووية للجيش الروسي، حيث أن البنود الجديدة للعقيدة النووية الروسية تؤكد حتميا على أن روسيا ستذهب بهذا القرار، أي استخدام السلاح النووي في حال استمر الغرب بخطواته العدائية وفي حال كانت الخطوات الغربية خطوات يمكن أن تؤدي إلى كارثة في روسيا ويمكن أن لا تسمح للقيادة الروسية باستيعابها. نحن نتحدث عن خطوات حتى هذه اللحظة لم يتم استخدامها، أي أيضا أفعال لم تقم أوكرانيا بفعلها، وهذه الأمور التي قامت أوكرانيا بها منها الدخول إلى مقاطعة كورسك، أيضا ضرب بعض الأهداف في الأراضي الروسية لا سيما أهداف ومنشآت طاقة، إضافة أيضا إلى ضرب بعض المطارات العسكرية. كل هذه الأهداف يمكن أن تمررها القيادة الروسية وأن تستوعبها في الداخل الروسي، أما في حال
قامت أوكرانيا بضرب العمق الروسي والعاصمة الروسية موسكو، وكانت تلك الضربات تسفر عن سقوط مدنيين في الشعب الروسي. فهذه الخطوات وهذا السيناريو سيكون مختلف تماما. نعم. ولا يمكن للقيادة الروسية أن تمرر مثل هذا السيناريو، عندها نحن نتحدث عن مرحلة مختلفة جدا في الصراع الروسي الأوكراني. حتى هذه اللحظة يمكن الحديث عن أن هناك حالة من الضبط وحالة من الإيقاع للصراع الروسي الأوكراني على الأقل حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية. طيب حسين، فيما يتعلق بالانتخابات، هل تحاول روسيا الاستفادة من هذا التوقيت مع انشغال الولايات المتحدة وإدارة البيت الأبيض بما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في الداخل الأمريكي، وبالتالي تحاول موسكو الحصول على قدر أكبر من المكتسبات تمهيدا للمرحلة القادمة في البيت الأبيض؟ بالتأكيد همام، وعلى الرغم من أن موسكو تنفي هذا الشيء، إلا أنه من الواضح بأن موسكو تستفيد من هذه المرحلة التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا وعلى الرغم من أن موسكو تؤكد دائما على أنها تدعو لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وعدم توسع الصراع، إلا أنها أيضا استفادت وستستفيد من الصراع في الشرق الأوسط، لأن جميع الأسلحة الغربية التي كانت ترسل إلى أوكرانيا أصبحت ترسل إلى إسرائيل استمرارها في الإبادة الجمعية في قطاع غزة. روسيا تستفيد من هذه الظروف ومن هذه المرحلة، أيضا تقوم بتحقيق أكثر وبتقدم أكثر على الأرض من أجل رفع سقف مطالبها في أي مفاوضات يمكن أن تحصل لاحقا. لكن فقط دعني أشير إلى نقطة مهمة جدا همام، بأن ديمتري ميدفيديف أيضا اليوم أكد على أن ترامب في حال وصل إلى سدة الحكم في البيت الأبيض وأيضا حاول وقف الصراع الروسي الأوكراني، فإنه قد يواجه مصير كينيدي، أي أن ترامب يمكن أن يختال نتيجة محاولته لوقف الصراع الروسي الأوكراني. إذن بمعنى آخر أن روسيا ترى بأن الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة بشركات رجال الأعمال وشركات الصناعات العسكرية هي من تتمسك بالقرارات الحاسمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من تدير الصراع في أوكرانيا لمواجهة روسيا. إذن روسيا لا ترى بأن أي رئيس يمكن أن يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بيده قرار وقف هذا الصراع أو على الأقل تجميده حتى فترة معينة، لأن الشركات هي من تتحكم بمثل هذه القرارات، وفي حال خالفها الرئيس فإن مصيره سيكون القتل أو الاغتيال على حد وصف ديمتري ميدفيديف صباح هذا اليوم. إذن موسكو لا تستريح أو لا تعول كثيرا على وصول ترامب إلى سدة الحكم، وعلى الأقل خلال الفترة المقبلة، أي خلال الستة أشهر المقبلة، لأن روسيا تعلم جيدا على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في استنزاف وفي مشروع استنزاف روسيا في الأراضي الأوكرانية حتى تخسر الولايات المتحدة الأمريكية أكثر، أي حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة لا زالت تستفاد من هذا الصراع إن كان من الناحية الاقتصادية ومن الناحية أيضا الجيوسياسية. ففي حال خسرت الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت تكاليف هذا الصراع باهظة على الولايات المتحدة الأمريكية، عندها يمكن أن تضغط على أوكرانيا من أجل الجلوس على الطاولة والتفاوض مع موسكو، وفي سيناريو آخر أو في مرحلة أخرى لا يمكن وقف هذا الصراع. لذلك موسكو تقوم بتحسين صناعتها العسكرية وتقوم أيضا بتسريع وتيرة الصناعات العسكرية، فالمجمعات الصناعية العسكرية الروسية تعمل على مدار الساعة من أجل إنتاج أكبر وتيرة ممكن من الذخائر ومن الأسلحة لتسليمها إلى القوات الروسية. شكرا جزيلا حسين مشيك، مراسل القناة الإخبارية من العاصمة الروسية موسكو، على كل هذه المعلومات وعلى هذه الإفادة.